السلام عليكم. باختصار، في تغيرات مناخية كثيفة جدا في العالم. ما يحدث في شبه الجزيرة العربية في الأيام القليلة الماضية هو واحد من هذه الأمثلة، وهذه الأمور لن تتوقف، ستستمر. وأيضا حتى الحواسيب نفسها ما فاهمة إيش اللي صاير في العالم. الحواسيب اللي تقرأ تعمل تنبؤ بحالة الطقس ما فاهمة، لأنه هذه الأمور جديدة، من 5 سنوات، من 10 سنوات بعدها ما فهمت، ما عندها المعطيات اللي تخليها تتوقع صحيح. لذلك دائما التوقع البشري في هذه الحالات اللي يصير هو الأكثر دقة، وممكن حتى بدون توقع تأتي منخفضات أمطار شديدة جدا أو ترتفع الحرارة بدرجة كبيرة جدا، وهذه التقلبات ستحدث. ما يحدث في شبه الجزيرة العربية هو واحد من هذه التغيرات التي تنبأ فيها العلماء منذ 20 سنة ومنذ 30 سنة. حتى السلطان الراحل طيب الله ثراه في مؤتمر ريو 1992 يوم الأرض تحدث في خطاب شهير جدا حول التأثيرات التي ستحدث، على حتى ذكر أنه سيتعرض الإنسان للانتحار الجماعي. وكعالم نعيش معا على كوكبنا الأرضي هذا، قد أهملنا كثيرا مسألة المحافظة على البيئة وموارد الطبيعة بغايات التنسيق الجماعي، بل ذهبنا باتجاه المعاكس في تسابق عجيب بحثا عن الرفاهية والتقدم الصناعي دون مراعاة للتوازن المفترض بين التنمية والبيئة، ودون احتساب للآثار الوخيمة لهذا التقدم الصناعي على غلافنا الجوي وطبقات الأوزون ومياه الأنهار والبحار وانقراض الحياة والغابات وتلوث التربة الخصبة. وإذا ما استمر الحال على هذا النحو، فإن البشرية قد تشهد نوعا من الانتحار الجماعي لا سمح الله. تخريب هائل جدا للبيئة، سواء من حيث قطع الأشجار، سواء من حيث التعدين، سواء من حيث الكثير من المظاهر، التلوث الذي يحدث، الكثير من المظاهر التي تخرب البيئة تساهم بشكل فعال في تعزيز التغيرات المناخية وفي رفع درجة حرارة الأرض. وكلما ارتفعت درجة حرارة الأرض كلما تغير مفهوم الطقس بأكمله. أصبحت المناطق الصحراوية ذات أمطار شديدة جدا، ثم تأتيها موجات حر شديدة جدا. أيضا أوروبا ستتعرض لموجات حر شديدة جدا، قد تنضب بل تجف الأنهر، يعني الكارثة البيئية قادمة بشكل متسارع. لذلك وجب علينا نحن في شبه الجزيرة العربية أن نساهم في المحافظة على الأشجار المحلية، أن نساهم في نثر بذور الأشجار المحلية، أن نساهم في قرص بذور الأشجار المحلية، وأن نحول هذه التغيرات السلبية للمناخ إلى حالة إيجابية. لأن الشجرة تعدل درجة الحرارة وتجلب ما يكفي من الأمطار وتساهم في التنوع الحيوي. كل الكارثة التي تحدث هي بسبب الأشجار وبسبب التعدين وبسبب التعديات التي تحدث على البيئة. فعندما نتحدث عن التخريب اللي يحدث من شركات التعدين في أي موقع في سلطنة عمان، فهو مش ضد هذه الشركات ولا ضد الاقتصاد ولا ضد المصلحة الوطنية، وإنما من أجل الوطن ومن أجل أن نحافظ على بيئتنا ومن أجل أن نحافظ على مستقبل زاهر للأجيال القادمة.